تمكنت شرطة مكافحة إجرام الأنبار من القبض على المتورطين بتفجير سيارة مفخخة استهدفت المدنيين والقوات الأمنية وسط الرمادي في الأسبوع الماضي. حصل حادث انفجار الساعة 5 عصرا في مدينة الرمادي مدخل الحي الصناعي، وحاليا نتواجد في هذا المكان، مكان كشف الدلالة الذي حصل فيه الحادث، والعجلة التي تم ركنها العجلة المفخخة حاليا خلفي من هذا اللقاء تم ركنها من قبل المتهمين وانفجرت، وكانت الخسائر في حينها خسائر مادية وأضرار بممتلكات المواطنين، وكذلك أيضا جرحى في صفوف الشرطة من فوج طوارئ التاسع شرطة الأنبار، وكذلك مدنيين. المتهمون اعترفوا صراحة بجرمهم المشهود وتفخيخ السيارة في مكان بعيد عن مكان الحادث وجلبهم السيارة المفخخة ونقلها إلى الحي الصناعي وتفجيرها. أنتم من طلعتوا هي هاي أول طلعتكم على المنطقة لو مستطلعيها قبل فترة؟ لا قبل فترة. قبل اليوم لو أكثر؟ قبل اليوم. إيه؟ من الطلع استطلعها؟ هم نفسكم أنت تاسي؟ وشنو من الطلع في سوي ترى؟ هم قال خليها هنا. وين بمكان؟ هذا بمكان. مال الحي الصناعي. نعم. من اللي استلمها من عندك؟ كان اسمه خالد. خالد هو اللي استلمها. بأمر من عنده قال لك منو قال لك وصل؟ برجع عثمان. عثمان هو قال لك وصلها لخالد. ولا ما اشتريتها أنت؟ نعم. مبلغ ايش قد؟ 68 ورقة جيت سلمتها. لم تمضي 10 أيام حتى تمكنت القوات الأمنية من إلقاء القبض على منفذ السيارة المفخخة التي استهدفت الحي الصناعي وسط الرمادي. من الأنبار نور الدين العبيدي، قناة التغيير.